تحتضن ولاية تيارة المرة التاسعة الصالون الوطني للفرس، والذي كان دأبها منذ سنين باعتبارها الرائدة في تربية وإنتاج الخيول بالجزائر. وقد حظي حفل الاحتفال هذا اليوم بحضور جماهيري وإعلامي مميز. كانت ضيفة شرفه وزيرة الصناعات التقليدية السيدة عائشة غابو، رفقة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عبد الله غلام الله بصفته ابن المنطقة، بالإضافة إلى أسماء وطنية ودولية بارزة. وأعلن رسميا عن افتتاح فعاليات الصالون التاسع للفرس، وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقد حظي حفل الاحتفال بعروض متنوعة للفروسية والتراث التقليدي والثقافي لعديد من ولايات الوطن المشاركة في حدود 25 ولاية، بالإضافة إلى 62 فرقة بين الفولكلور والمهن الحرفية والفانتازيا. باعتبار أن التنظيم لهذه السنة كان في وقت قصير، يعني ما هذا شكلنا نوعا ما صعوبة في التحضير الجيد، إلا أننا الحمد لله واجهنا كل الصعوبات وحضرنا له تحضير جيد. نشكر السيد الوالي على كل المجهودات اللي قام بها والتوجيهات والتعليمات المختلفة اللي وجهها لمختلف رؤساء المكلفين بكل الأقسام. أيضا نشكر أيضا محافظ المهرجان اللي هو أيضا قدم مجهودات كبيرة. على كل حال، الصالون الوطني التاسع للفرس الذي سيقوم 28 سبتمبر إلى غاية الفاتح من أكتوبر سيعرف مشاركات قوية، حيث تشاركنا في هذا الفرحة وفي هذا العرس حوالي 25 ولاية، إلى جانب عدة مشاركين في عدة يعني مقاييس. وقد حظي حفل الاحتفال بعروض متنوعة للفروسية والتراث التقليدي والثقافي لعديد من ولايات الوطن المشاركة، والتي تجاوز عددها 25 ولاية، بالإضافة إلى 62 فرقة بين الفولكلور والمهن الحرفية والفانتازيا. ويترقب أن يدوم هذا الملتقى لأربعة أيام متتالية غنية بالتظاهرات المختلفة من معارض ومحاضرات أكاديمية ومسابقات رياضية في عالم الخيول.